قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الطيب من أسماء الله؟ وما يقال لمن أنكرها إذا كانت صفة؟ يخبر عن الله بأنه طيب، إن الله طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فيخبر عن الله بأنه طيب، أما أن يسمى بالطيب ما أعرف هذا. نعم.